مرحبا، أنا الكابتن محمد. راح نشوف كيف نمارس تمارين الصدر واليدين في السرير. يفيد تمرين الصدر بتقوية عضلات الصدر، وذلك يساعد على إعطاء كمية أكبر من الأكسجين للرئتين. كل ما عليك فعله هو مد اليدين على الجانبين وتحريكهما للداخل مع الشد الكامل. أما بالنسبة لتمارين اليدين، أولاً مد اليدين على الجانبين ورفع الكفين لجهة الكتفين مع بقاء الكوع ملامس للسرير. ثانياً مد اليدين وتحريك القبضة بشكل دائري لليمين واليسار لإرخاء المفصل وإزالة التوتر عن الجسم. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.